من سواك يا أرحم الراحمين. هنا نستوي لك وإلى بابك واقفين. يا من حملة سواك يا أرحم الراحمين. ما كتموتي على وعطينا حقنا وعطينا البطاقة ديالنا. أيها السيدات العمدة احتاجي معنا. هذه الوقفة 11 وما تلقى الجواب لهاد الناس المسؤولين. وقفنا أمام أرزاق ومجلس المدينة مالدين الأدار الصماء استنفذ جميع الطرق وتا واحد ما نزل عندنا وما عطاناش حقنا. الإخوان عندنا يتساقط الأوراق خريف واللي حتى الساعة ما كاين والو. هاد الناس وصل السيل والزوبة وبدون اللي كيتناقش معنا وعطينا حقنا. حنا ناس كبيرنا وهريمنا وجل الإخوان ديالنا هنا مرضى مصابون بالسكري والضغط الدموي. وهاد الناس ما عطوناش حقنا. اش غينتظروا منا هاد الناس؟ حنا كنوزع المسؤولية للسيد الوالي بصفته مسؤول على البلاد يعطي التعليمات ديالو لهاد الناس وصناع الشعب المحلي باش يرجونا الامور النصاب ديالنا ويعطيو البطاقة ديالنا ونمشيو فحالنا. كبرنا وعينا حنا بغيو يديروا معنا والو. راه حنا ما لنا حقنا ما كنا في الثمن. هاد الناس جاو عطاو الالزق عطاو الالزق الصفقة على طبق من ذهب وحنا ذبحونا من الوريد للوريد وما اعتبروناش. يشهد واحد عدد المستجد اذا ما كيتحل التقاعد كيستافد. حنا هاد الناس حرمونا كيدوا المنطقه كما نقولها دائما العدل الامن اللي كيحتاجوا وتيقول لي خلوا 35 درهم وكيفتحوا مع محضر استنفذوا جميع الطرق. كنا بغيو يتصنتوا لنا اش كيتسناو منا؟ حنا ما غنديروا الفتنه هاد الناس وهاد الناس بغيو يدفعونا نديروا شي حوايج اللي حنا في غنى عليها. لهذا من خلال هاد القناه ديالكم الفاضله نبلغوا الرساله نسير على الشان المحلي باش يبقوا معنا على طاوله الحوار ويعطونا البطاقه ديال الركوب اللي كيضمنها ليا البون 68 من القانون الاساسي الموقع منذ 1979 طالب وزير انا ذاك بمثابه ضحايا الشريف او جريده رسميه. هاد الناس يعطونا حقنا ونمشيو فحالنا ونقيو جولة. حنا كنطالبوا بهاد لاكارت هاي. حنا ما كنطالبوا حتى بشي حاجه وحنا هاد لاكارت محسوبه على الداخليه. على وزارة الداخلية هاد لاكارت هاهي هادي حنا واخدينها من اللي كان طوبيش شادات الداخلية ومن اللي ريحنا التقاعد هادو ما خلوناش نركبوا بها. كنطالبوا بلاكارت ديالنا وبغينا سلمي ما بغينا نعيروا حتى واحد ما بغينا نتخاصموا حتى مع واحد. تقريبا شي 39 سنة ديال العمل وملي تقاعدنا الان كنتحرموا من بطاقه الركوب المجانيه. يعني ما عرفناش السبب واللي هو كينص في البند 68 من القانون الاساسي 1979 كان احمد عثمان انا ذاك هو الوزير الاول. الان كنتحرموا من البطاقه المجانيه العمده شبه غياب تام لا حوار ولا حتى شي حاجه. المسؤولين كذلك ما لقينا حتى شي اذن صاغيه والان كنلقاو مضايقات من طرف المراقبين من اللي كان اللوج ديال الحافله. الان كنناديو على اصحاب يعني المسؤولين اصحاب القرار باش يتاخذوا قرار في صالحنا باش ينصفونا. فلهذا كنوجهوا نداء للعمده بالخصوص باش تفتح الحوار باش يعني ينصفونا في هذا الحق المسلوب ديالنا. والان رحنا كنطالبوا المسؤولين بالتدخل العاجل لانصافنا.